السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله في درس جديد من دروس الأنجلر هنتكلم عن الفيو تشايلد. الفيو تشايلد هي فكرة إزاي إن البيرنت كومبوننت يبقى ليه الأكسس على كل الحاجات اللي موجودة في التشايلد كومبوننت، سواء كانت فاريبلز أو ميثودز. في المرة اللي فاتت شفنا إزاي إن أنت تبعت داتا باستخدام الأوتبوت والإيفنت إيميتر من الشايلد كومبوننت للبيرنت كومبوننت، ولكن المرة دي هنشوف بقى إزاي البيرنت كومبوننت يبقى ليه كل الأكسس للحاجات اللي موجودة في التشايلد كومبوننت. هي نفس فكرة الانهيرتنس ولكن بالعكس. يعني إيه بالعكس؟ الانهيرتنس في لغات البرمجة إن أنت إزاي التشايلد كومبوننت يورث شوية خواص وشوية ميثودز أنت سامح له بيها في الشايلد كومبوننت، ولكن ان هو العكس ازاي البيرنت كومبوننت هو اللي ليه اكسس على كل الميثودز الموجوده داخل التشايلد كومبوننت. ده هنعمله ازاي؟ باستخدام الفيو تشايلد. تعالوا نشوف ده هيتم ازاي. نيجي ان هو دي اخر حاجه احنا اشتغلنا عليها، اللي هي السند من التشايلد كومبوننت للبيرنت كومبوننت. ده لما بدوس على البتن ان هو بيبتدي ان هو يغير الفاريبل اللي موجوده في البيرنت كومبوننت بالديتا اللي انا ببعتها له من التشايلد كومبوننت. تمام، فاجئ ان هو بقى في ال parent component اللي هو app dot component، واضيف ان هو حاجة اسمها view child. اجي ان هو اسمها view child، واجي في ال variables اعرف ال variable اللي هيشيل ال data اللي موجودة في ال view child باستخدام ال view child decorator. فاقول له view child من ال component اللي هو first component سيفه لي variable اسمه my first، نوعه او type بتاعه first component. ايه معنى الجملة ده؟ بقول له باستخدام ال view child decorator، دي حاجة في الانجلر بتقول لك اورث كل الحاجات اللي موجودة في ال first component، تمام، وسيفها لي في variable اسمه my first، النوع بتاعه first component، بحيث ان انا اقدر اعمل extend لكل ال data، بحيث ان انا لما ادوس مثلا dot يجيب لي كل ال variables كل ال functions اللي موجودة في ال first component. تمام، فنيجي تحت نهوض بقى خالص اقول له get name from first component get me. تمام، console.log this dot my first dot name، واجي في ال HTML اعمل دفاية جديدة كده وجواها اقول له في button، ال button ده هوت في ال click بتاعته بتساوي get me، اقول له get first name. فنعيد كده تاني اللي احنا عملناه. احنا عملنا import لل view child من node، بعد كده هو اتعرفت variable داخل ال parent component اسمه my first اللي هو هيشيل كل ال properties الخاصة بال first component باستخدام ال view child decorator، واجي في الاخر خالص ان هوت قلت له اطبع لي ال name اللي موجود في ال my first باستخدام function اسمها get me. في ال HTML ان هوت عملت باتن جديد لما بيدوس عليه بيروح يرن الفانكشن اسمها get me. تعال ندوس run ونشوف ايه اللي هيحصل. دي كده شغالة زي ما احنا عارفين في الدرس اللي فات. جيت انا قلت له get first name قال لي undefined. ليه بقى undefined؟ انا هوت مش باعت حاجة لل first، وال first انا هوت مستنية ال variable اللي اسمه name يجي من ال parameters. فلو شلته من هوت وجيت ان هوت في التعريف بتاعه اديته initialization قلت له ان هوت this او my first name is، قلت له save، جيت ان هو get first name my first name is Romy. طيب في حاجة تانية برضو ممكن تبقى يعني helpful للناس، ان ممكن ان انت تعمل اي event بعد ما الفيو يظهر، يعني بعد ما الشايلد كومبوننت تعمل له انيشاليزيشن عايز تبعت له داتا من البيرنت كومبوننت للتشايلد كومبوننت، دي باستخدام حاجه اسمها افتر فيو انيت. افتر فيو انيت دهيت دي انترفيس داخل الانجلر بتعمل امبلمنت فانكشن اسمها ان جي افتر فيو انيت.
تمام؟ دي معناها ان بترن الفانكشن دهيت بعد ما بيتعمل initialization للفيو الجديد. فتعالوا نشوف ده هيتم ازاي. نيجي نهوت في البيرنت كومبوننت، زي ما بنشوف نهوت فيه حاجة اسمها جي او نت، دي في الكومبوننت ما فيهاش، ولكن لو رحنا على اي كومبوننت اتعمل له جنريت من الاس ال اي هتلاقي فيه نهوت حاجة اسمها ان جي او نت. هنشوفها نهوت اظن يعني، ولا اي فانكشن موجود فيه. ايوه ان جي initialization، دي معناها ان الفانكشن اي كود هيرن نهوت ده بيرن بعد ما بيتعمل initialization، بعد ما بيتعمل على طول initialization للكومبوننت بترن الفانكشن ده. تمام، في حاجه اسمها بقى فيو انت، ده هو بتعمل امبلمنت الايه لول انت. في حاجه تانية بقى اسمها ايه افتر فيو انت. تمام، دي بقى اللي هنستخدمها في الاب كومبوننت. نيجي في الاب كومبوننت ونيجي نهوت اقول له افتر فيو انت، مش عايزين دي دلوقتي كده خليها نهوت، واجي نهوت اقول له دي بتعمل امبلمنتس ليه بقى دي after view init على طول، راح قال لك الايه الكلاس اب كومبوننت بيعملش امبلمنت لي فانكشن اللي هي فيها انترفيس الابستراكت فانكشن اللي موجوده في after view init. فاجي هنا هو تحت خالص واجي هنا بقول له ng على طول after view init جابها لك. تمام، انا كده عملت لها امبلمنتيشن، راح هو شايل الخطا اللي موجود فين، موجود في الكلاس. طالما عملت نوت امبلمنت الافتر فيو انيشاليزيشن دهيت اللي هي دي، لازم الكلاس ده هوت يعمل ايه، يعمل اوفررايت للفانكشن اللي اسمها ng after view minute. طيب انا هوت عايز اعمل ايه، عايز اخلي الداتا مثلا او عايز اخلي الرقم اللي بيتغير هنا هوت اللي هو رقم 20 ده هوت اخليه حاجه متغيره. تمام، اقدر ان انا اغيرها من البيرنت كومبوننت، اول ما بتعمل انيشاليزيشن اقدر ان انا اغيرها من البيرنت كومبوننت. فتعالوا نهوت مثلا نعرف variable اسمه اكس، دي نوعها number بتساوي 0، دي كديتا اولانيه. واجي نهوت اقول له send this dot x، واجي نهوت اقول له function update دي بتاخد new value. تمام، اقول له بقى this dot x بتساوي new value، واجي في ال parent component في ال ng نهوت اقول له بقى this dot my first dot update، وبعد نهوت اقول له 13. فانا نهوت قلت له ايه، قلت له اول ما تعمل view، اول ما الاسرائيزيشن بتاع الكومبوننت اللي اسمه في الكومبوننت اللي اسمه فيرست او اي كومبوننت اول ما يتعمل initialization على طول يعني، تمام، ابعت للماي فيرست رن الفانكشن اللي اسمها ابديت وابعت لها القيمه اللي اسمها 13، ابعت لها القيمه ايه 13 كنمبر. هيجي هنا اهوت هيغير قيمه الاكس اللي بتتعمل لها emit كل ما ادوس على الباتن تتغير من 0 ل ايه 13 او القيمه اللي انا باعتها له. تعالوا نشوف ده هيتم ولا مش هيتم. ابديت جيت نهوت 13 13، خلاص بقت زادت على طول، بقت ايه بقت 13. جيت فيرست نيم this is my first name. فكده احنا فهمنا الموضوع ماشي ازاي. طيب ممكن نخليه يرجع تاني بحيث ان هو ما يبقاش في الانسترايزيشن. نيجي نهوت مثلا كنترول اكس وعرف فانكشن جديده اسمها change x on first. تمام، اسمها change x، واجي هنا اهوت اعمل باتن جديد كنترول كوبي، اجي هنا اهوت اقول له بقى ايه change x value، هنا اقول له change x، واجي في الفيرست واخلي الاكس اهوت قيمتها ب 20 زي ما كانت. تمام، ودي الابديت زي ما هي وهكذا، بحيث ان انا ابتدي مع ال20 قيمه الاساسيه اللي موجوده في الفيرست، بعد كده اعدل القيمه اللي موجوده في الفيرست باستخدام الفيو تشايلد، واجي اقول له سيف. لان هات 20 20 20
حطيت له get first name شغالة change x value كده اتغيرت، المفروض ان هو تديني 93. 93 ابتدت ايه؟ ابتدت تتغير ل 13 بعد ما كانت 20 في الاول، تمام؟ فده كده هو تعملنا communication between ال parent component وال child component. في الاول خالص شفنا ازاي ان انت تبعت من ال parent component لل child component، بعد كده شفنا ازاي تبعت من ال child component لل parent component باستخدام ال output وال event emitter، والنهارده شفنا ازاي ان انت تعمل اصلا extend لكل ال data وال variables اللي موجوده في ال child component لل parent component، يقدر ان هو ليه access عليها ويغير فيها ويعدل فيها ويعمل call لل functions اللي فيها. كده احنا خلصنا التعامل ما بين البيرنت كومبوننت والتشايلد كومبوننت، وطبعا الطريقه اللي احنا قلناها قبل كده اللي هي ازاي تعمل شير سيرفيسز بتوين اي كومبوننت وبعضيه، بقى دي تقدر تستخدمها بين اي كومبوننت واي كومبوننت تاني، مش لازم تبقى علاقه البيرنت والتشايلد زي ما احنا شفناها هنا اهوت، دي بين اي كومبوننت وكومبوننت تاني تقدر تستخدمها بين اي اثنين. اي اسئله وتعليقات انا موجود على السوشيال ميديا. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.